أبعطيكم ذكر يقال في الصباح والمساء احفظوا وحافظوا عليه والله إنه بإذن الله يحميك من المصائب. الذكر أن يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، يعني يا ربي عافني، يا ربي أسألك السلامة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. من فضل الله أني محافظ عليه، من فضل الله ومنته أنا محافظ عليه يمكن من يعني يمكن نقول 30 سنة، وسبحان الله أجد أثره علي. هذا يقرأ يا جماعة في الصباح والمساء، يقرأ بعد صلاة الفجر أو حتى لو في الضحى، وفي المساء بعد الظهر والعصر. احرصوا عليها، الله يجزاكم خير. أنا بأحط لكم إياها الآن مكتوب، اقرأوه دائما صباحا ومساء بإذن الله تجدون أثر. السلام عليكم.